مؤتمر صحفي أقيم بالمجلس الأعلى للاتصالات أعلن عن إتمام المرحلة الثانية من مبادرة حدائق الأنترنت. حسام خلف الله والتفاصيل. أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن إتمام المرحلة الثانية من مبادرة حدائق الإنترنت آي بارك. وتتضمن أعمال هذه المرحلة التطوير الشامل للخدمة وتمديدها لتشمل منتزه الوكرة العام وكورنيش الخور. وتأتي أعمال تطوير وتوسيع نطاق الخدمة لمناطق جديدة خارج الدوحة نتيجة للإقبال المتزايد من الجمهور وزيادة الطلب على هذه الخدمة في الحدائق العامة. وبهذا ينضم منتزه الوكرة العام وكورنيش الخور لحدائق الرميلة والشيراتون ودحل الحمام في الدوحة كجزء من مبادرة حدائق الإنترنت، ليستمتع رواد هذه الحدائق بالإنترنت اللاسلكي المجاني في ربوع الطبيعة الساحرة. وقد شملت أعمال التطوير والتركيب أحدث تقنيات الشبكات الخارجية في الحدائق الخمس، كما تم مضاعفة السرعة بها لتصل إلى 8 ميجا بت في الثانية بدلا من 4 ميجا بت في الثانية في المرحلة الأولى. كذلك تم إعادة تصميم الشبكة وتوزيع الوحدات اللاسلكية لضمان أفضل قدر ممكن من التغطية داخل الحدائق. المرحلة الثانية هي تقريبا تكمل المرحلة الأولى اللي بديناها في 2007 اللي هي بإنشاء 3 حدائق بتوصيلها بالإنترنت المجاني اللاسلكي، اللي كانت حديقة كورنيش الخور، حديقة الرميلة، وحديقة دحل الحمام، ودي في منطقة الدوحة الكبرى نفسها. لكن المجلس بعد ما شاف الإقبال الكبير من الجماهير على أهمية هذه الحدائق والإنترنت اللي موجود فيها واستخدامهم، والوصل الاستخدام في الشهور الجيدة أكشلي في فترة الشتاء يمكن 10,000 مستخدم إلى 15,000 مستخدم، فارتئينا إنه ناخذ المبادرة هذه كمبادرة كاملة في المجلس كجزء من استراتيجيتنا لحد العام 2015 وتوسعتها إلى خارج مناطق الدوحة. وبالإضافة لتحديث الخدمة، فقد تم تعزيز إجراءات الأمان على شبكة الإنترنت اللاسلكي في الحدائق من خلال عملية جديدة للتحقق من مستخدمي الشبكة، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتفه الجوال على صفحة الحديقة التي تظهر تلقائيا عند فتح متصفح الإنترنت. يتسلم بعدها كل مستخدم رسالة نصية تحتوي على رقم تعريف شخصي يتمكن المستخدم من خلاله من الدخول إلى الإنترنت. ومنذ تدشين المبادرة في عام 2007 وعدد المستخدمين في تزايد مستمر، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت المجاني في الحدائق الثلاث الحالية ما يزيد عن 10,000 مستخدم شهريا. وقد وضع المجلس الأعلى للاتصالات خطة طموحة لإضافة المزيد من الحدائق والمتنزهات العامة إلى المبادرة خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تهدف لضم موقعين جديدين كل عام. وسوف يعمل المجلس بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تمديد هذه التوسعات. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، يسرنا التواصل مع كل من السيد محمد علي الخوري وهو مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد فتحي قاسم مدير إدارة العلاقات الإعلامية وتوعية الجمهور بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدير مشروع حدائق الأنترنت. أهلا بكم سيد محمد وسيد فتحي. اهلا وسهلا. استاذ محمد، كيف تقيمون تجربة حدائق الانترنت؟ البداية معك ثم ننتقل الى الاستاذ فتحي. استاذ محمد، نحاول ان ننقل اتصال مرة اخرى وننقل سؤال الى السيد فتحي. استاذ فتحي، الو، مساء الخير. الو، مساء الخير استاذ فتحي. مساء النور يا فندم، هو الصوت ضعيف الحقيقه. فعلا استاذ فتحي، هل تسمعني الان؟ اسمعك الحمد لله. نعم استاذ فتحي، انتم الان تحتفلون باتمام المرحله الثانيه، ما الذي تم في المرحله الثانيه مقارنه بالمرحله الاولى؟
في الواقع المرحلة الأولى كانت بتحتوي، دي تم افتتاحها في عام 2007. نعم. وكانت تتضمن تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني في ثلاث حدائق في الدوحة، وهم حديقة الشيراتون والرميلة ودحل الحمام. الجديد في المرحلة الثانية هي تطوير شامل للخدمة في هذه الحدائق الثلاثة، بالإضافة لتمديد الخدمة في حديقتين أو في موقعين آخرين، وهما كورنيش الخور وحديقة الوكرة أو منتزه الوكرة العام. نعم، سنفصل في هذا الموضوع، ولذا سنعود إلى الأستاذ محمد من وزارة البلدية. أستاذ محمد، هل أنتم في الاستماع؟ نعم نعم. أستاذ محمد، كيف تقيمون هذه التجربة وهي تجربة حدائق الأنترنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر تلفزيون قطر على دائما هو سباق في آخر تطورات الأحداث في الوزارات كلها. طبعا المبادرة هذه مبادرة عظيمة، يعني احنا كنا أو أنا شخصيا كنت عايشتها يعني من بدايتها حتى قبل 2007. طبعا احنا نحاول ندخل أي جديد في مجال الحدائق، وذلك يعني استقطابا للزوار. فالإنترنت طبعا كان عامل جذب كبير، خصوصا في حديقة رميلة اللي هي على الكورنيش وكذلك الشيرتون. يعني أي واحد يزور الحديقة بيشاهد أعداد كبيرة، يعني خصوصا في الأجواء الشتوية، يعني بتلاقي الناس أكثر معاهم اللابتوب وجالس هو مستمتع بالخدمة وأطفاله موجودين يلعبون في الحديقة. حتى الآن مع ارتفاع درجة الحرارة يعني الناس قاموا يلجؤون إلى السيارات، يجلس في السيارة وبس هو موجود في الحديقة. أيضا الخدمة ناجحة بكل المقاييس، يعني احنا وين ما نشارك في إحدى الدول الخليجية وصل العلم لديهم ان يعني كيف انتم ادخلتوا الانترنت للحدائق. طبعا هذا كان تحدي كبير ان كيف المستخدمين كانت في البدايات يستخدمونها في المنازل، كان في المناطق العامه وفي الحدائق، فهاي كانت مبادره رائعه يعني من المجلس على الاتصالات، ومجهود جبار منهم ومن كل القائمين يعني سواء في الوزاره عندنا وكذلك. والحمد لله الخدمه هذه ما وقفت على ثلاث حدائق، بالعكس الان المرحله الثانيه هذه يعني نعتبر احنا يعني خمس حدائق جديده مش ثلاث حدائق، لان الحدائق القديمه اوريدي صار فيها اعاده للخدمه يعني بطريقه حديثه وامنه اكثر. نعم. تجربه ناجحه بكل المقاييس. اذا تقيمون انها يعني تجربه ايجابيه. هل هي تجربه ايجابيه، هل تنوون مثلا انضمام يعني حدائق قرى اخرى لهذا المشروع؟ طبعا هذه المرحلة انت لو تلاحظين ان خرجنا عن نطاق مدينة الدوحة. نعم. طبعا احنا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاتصالات يعني وهو التوجه العام في الدولة عموما الان ان يعني المشاريع وما تقتصر على مدينة الدوحة فقط، البلديات الاخرى لازم تاخذ حقها. فالحين احنا فكرنا في حديقة الوكرة وايضا كورنيش الخور، هذه طبعا خمس مواقع، ثلاثة في الدوحة واثنين واحدة في الخور واحدة في الوكرة، وفي المستقبل ان شاء الله بيكون في البلديات الاخرى نصيب ان شاء الله. نعم. نتحول الى وجهه النظر الاخرى وهو الاستاذ فتحي من المجلس الاعلى للاتصالات. استاذ فتحي، ما هي اهم الخصائص والمميزات التي تتسم بها هذه المبادره؟ بدايه قبل ما اضيف لهذه النقطه طبعا احب اثني على الدور الذي قام به الاخوان في وزاره البلديه والتخطيط العمراني، والدور الذي قام به خصيصا الاخ محمد الخوري. ويعني إجابة على السؤال اللي حضرتك طرحتيه، هناك العديد من الخصائص التي شملتها المرحلة الثانية، أولها الإحلال التام وتحديث الشبكة والبنية التحتية الخاصة في الحدائق، سواء كانت الحدائق الثلاث القديمة أو الحدائق التي تم إضافتها. تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالحدائق، بتنفتح صفحته تلقائيا بمجرد دخول الشخص داخل الحديقة. هذا الموقع يحتوي على العديد من المعلومات عن كيفية الاتصال، عن كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، والكثير من النصائح في هذا الصدد. بيحتوي أيضا من الخصائص الجديدة التي تم إضافتها ما يسمى بالتحقق من المستخدم. في التجربة القديمة كان أي مستخدم ممكن يعني يدخل بسهولة على الشبكة أو يدخل بدون نوع من التحقق. حديقة من حدائق الدوحة؟ إحنا بنتكلم على الحدائق الإنترنت، ده اللي أنا أقصده اللي هم. نعم نعم، هذا المقصود.
حدائق الرميلة والشيراتون وداخل الحمام. نعم. وكذلك في الخور والوكرة حاليا. أصبح الآن أن المستخدم بيدخل الحديقة فبيدخل رقم هاتفه الجوال فبيتلقى يعني رقم تعريف شخصي أو ما يساوي الباسورد يعني اللي يدخل من خلالها للشبكة بشكل آمن، فبالتالي يكون استخدامه لهذه الشبكة في شيء من التأمين. نعم أستاذ محمد، يعني هو أستاذ فتحي قيم يعني التعاون بينكم وبينهم، بدوركم كيف تقيمون هذا التعاون؟ هل كانت هناك صعوبات يعني في التنسيق؟ هل كانت هناك صعوبات في التنسيق بينكم وبين المجلس الأعلى للاتصالات؟ لا، صعوبات بالتنسيق ما كانت موجودة، بس تدرين أنت كل عمل لابد ما تكون في تحديات وفي عراقيل تحدث. ما هي العراقيل الموجودة يعني التي طرحت خلال هذا يعني تحقيق هذه المبادرة؟ في أمور ساعات روتينية تدخل، في بعض الأعمال يعني تكون تتأخر شوي، لكن مدام كان التنسيق يعني والمبادرة من الجهتين فالحمد لله كنا نجتمع بشكل دوري أو يعني لما يكون في حاجة فكنا نذلل الصعوبات كلها، والحمد لله يعني المجلس يعني احنا شهادتنا فيهم مجروحة، بالعكس كانوا جدا متعاونين ومبادرتهم هذه قيمة جدا يعني. يعني أنتم تقدمون هذه الخدمة يعني للشخص الموجود هنا سواء من إلى المقيم أو إلى المواطن، كيف تتوقعون أن تكون ردود أفعال هؤلاء؟ خاصة إذا تعممت هذه المبادرة يعني عبر كل الدوحة. احنا شوفي، احنا المبادرة هذه احنا من الجهة نتكلم على الحدائق، احنا هذه يعني شيء نجذب فيه المرتدين الحدائق، يعني في السابق ممكن الأب أو الأم ما يفكرون أن يجون الحديقة، يقول لك أنا الأطفال يعني الحديقة تكون الأطفال أكثر، لكن نعم. الآن لا، هذه يعني ممكن هو يتصفح الإنترنت، يحمل الصفحات أو المواقع اللي يحتاجها، ممكن يعني يعمل شغلة اللي بيعملها في البيت يكون في الحديقة. احنا طبعا اللي شفناه من أكثر اللي موجودين يعني صورة، يمكن انتم شفتوا الفيديو في التقرير، نعم. ان الأب والأم على اللابتوب والأطفال يكونوا في الحديقة، فهذه الرسالة اللي احنا يعني نحاول نستقطب فيها الأسرة بالكامل، ما نستا يعني فقط الأطفال يكونوا موجودين في الحديقة، لا، لابد ما تكون الأسرة بالكامل، يعني هذه يعني جزء من خططنا احنا في إدارة الحدائق وزارة البلدية التخطيط الأمراني طبعا بالتنسيق مع البلديات، ان كيف نجذب الناس للحديقة، وهذه طبعا كانت وسيلة جذب كبيرة جدا يعني. نعم، نعود إليك الأستاذ فتحي من مجلس الأعلى للاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ما المتوقع من نتائج المرحلة المقبلة؟ المتوقع الحقيقة يعني نتوقع زيادة في عدد المستخدمين، نتوقع إقبال المزيد من الجمهور على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وده الحقيقة بينصب في دور المجلس وهو تعزيز وتشجيع استخدام الجمهور القطري سواء مقيمين أو مواطنين للتكنولوجيا، ويمكن توفير هذا الربط بالإنترنت من الوسائل لهذا الوصول. نعم، وفي نهاية هذا اللقاء نشكر كل من سيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذا سيد فتحي قاسم مدير إدارة العلاقات الإعلامية وتوعية الجمهور في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير مشروع حدائق الإنترنت. نواصل معكم مشاهدينا أو نأخذ فاصل قصير.